Resident Evil 8 تعود لنا بإضافة جديدة بعنوان عائلة الوينترز. الإضافة راح تتوفر بتاريخ 28 من هذا الشهر على جميع الأجهزة المنزلية والحاسب الشخصي. بهذه الإضافة راح يمديك تجرب المنظور الثالث لقصة اللعبة، زائد إضافة شخصيات أيقونية من القرية قابلة للعب في طور المرتزقة، كمثال كريس ريتفيلد، هايزنبرغ وليدي ديمتريسك. وبرضو لا ننسى أهم شيء في هذه الإضافة، واللي هي إضافة شادو أوف روز. في هذا المقطع راح نراجع إضافة شادو أوف روز بدون حرق. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. أحداث قصة ذلال روز عن شخصية روز بنت البطل السابق إيثن وينترز. روز اللي اتضح لنا من بداية الإضافة أنها شخصية يتم التنمر عليها من قبل أصدقائها، وتحاول أن تكون صداقات لكن بسبب قدراتها لا أحد يتقبلها، وتحاول روز أنها تتخلص من قدراتها بأي ثمن كان، إلى أن تقابل صديق كريس ريتفيلد المعروف باسم كي، ويخبرها عن طريقة للتخلص من قدراتها، وهي أن تغوص في عالم الميجا مايسيت اللي هي الفطريات الكبيرة، وتبحث عن بلورة تستطيع من خلالها التخلص من قدراتها. ومن هنا تبدأ رحلة روز المليئة بالرعب والصدمات الغير متوقعة. إلين هنا ما أقدر أتكلم وغوص أكثر في القصة عشان ما أحرق عليكم. إضافة شادو أوف روز راح ترجع لنا الكاميرا فوق الكتف، أو المعروفة باسم المنظور الثالث. اختارت كابكوم هذا المنظور في الإضافة بعد ما سمعت كلام كثير من اللاعبين عن انزعاجهم من المنظور الأول، وبكل أمانة كانت خطوة جيدة لأن الأجواء الموجودة في اللعبة كانت مرعبة أغلب الوقت، فالمنظور الثالث راح يخفف عليك بعض الرعب. ماني متخيل صراحة كيف بتكون أجواء اللعبة لو كانت في المنظور الأول، لكن اللي أقدر أقوله أنها بتكون كانت جدا جدا مرعبة. وهذا لا يعني أنك ما راح تعيش رعب في المنظور الثالث، لأني أنا شخصيا عشت جزئية في هذه اللعبة أرعبتني حرفيا بالرعب اللي فيها، كانت جدا جدا مرعبة. ما أذكر نفسي عشت مثل هذا الرعب في جميع إضافات Resident Evil السابقة. وبما أننا جالسين نتكلم عن الرعب، خلونا نتطرق لجزئية الوحوش اللي كانوا بكل أمانة مرعبين جدا كأصوات وتصاميم في هذه الإضافة. أغلب تفكيرك أنك ما تحاربهم وتحاول تتخفى عنهم، لكن إذا تبي تحارب فالمطورين عاطينك الحرية سواء في المواجهة أو الهرب. أنا عن نفسي صراحة هربت أغلب الأوقات. أما بالنسبة للشخصيات اللي في اللعبة كانت أقل ما يقال عنها أسطورية، كانت مليئة بالحبكة والصدمات والتوستات الغير غير متوقعة أبدا. صراحة أبدعت كابكوم في اختيارها للشخصيات ومؤدين الأصوات، وهذا شيء اعتدناه منهم في أجزاهم السابقة، دائما ما كانوا يبهرونا في اختيارهم المؤدين الأصوات، وهذا شيء راح تشوفه وقت ما تلعب الإضافة وراح تستمتع زي ما استمتعت في اللعبة الأصلية. ونجي الآن نتكلم عن جزئية الألغاز اللي موجودة في اللعبة. بمجرد ما تسمع اسم Resident Evil كل اللي راح تفكر فيه اللي هو رعب وهروب وبرضه ألغاز. في هذه الإضافة كابكوم عطتنا ألغاز رهيبة جدا، وبعضها اقتبستها من الأجزاء السابقة وأضافت لها طابع جديد يتماشى مع أجواء اللعبة. للأسف ما راح أقدر أوريكم أي شيء بالنسبة للألغاز عشان لا أحرق عليكم، لكن اللي أقدر أقوله لكم إنكم راح تستمتعون جدا فيها. إضافة روز تم تطويرها على محرك الـ RE Engine. دائما هالمحرك كان علامة استفهام بالنسبة لي، والسبب أن كل سنة أقول خلاص هذا حده، ولكن دائما ما يبهرني سنة تليها الأخرى. هل راح يستمر كل سنة بتطوره المجنون هذا؟ لأن في إضافة روز راح تشوف البيئة المخلوطة بين الواقع وخيال الفطريات الكبيرة التي تم تصميمها بشكل جدا جدا مبتكر. أغلب الأماكن اللي بتشوفها راح تحسها فعلا حية وتتغير معك مع مرور الزمن. أبهروني جدا جدا في تصميمهم للبيئة في إضافة روز. أوه.
لو يتم سؤال أي شخص في العالم مش أفضل موسيقى ألعاب بالنسبة لك، راح تحصله يذكر Resident Evil في قائمته، لأن هذا ما اعتدناه في اللعبة، من موسيقى حزينة إلى موسيقى أكشن رهيبة إلى موسيقى أمان هادية. وفي إضافة روز تم التركيز على الموسيقى اللي راح تدخلك أجواء اللعبة، سواء كانت مرعبة أو لحظات حزينة أو حتى لحظات أكشن. أنا أنصح كل شخص وبشدة يلبس سماعة وقت يلعب الإضافة ويستمتع. نجي الآن نتكلم عن جزئية السلبيات اللي في اللعبة. بكل أمانة ما شفت سلبيات تخرب عليك متعة اللعبة من ناحية جلتشات أو من هذا القبيل، لكن نقطة مهمة حبيت أذكرها كسلبية واللي هي عمر الإضافة. الإضافة هي طويلة فعلا وتاخذ منك 4 ساعات، لكن في نهاية الإضافة تمنيت لو كانت أطول، لأن حسيت بشعور عدم الراحة، حسيت في شيء ناقص في النهاية. يعني اللي أقدر أقوله كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان يا كابكوم. النهاية كانت مرضية، لكن تمنيت لو توسعوا فيها أكثر شوي وأضافوا أشياء زيادة ولحظات أكثر واقعية للمشاهد. إضافة Shadow of Rose قدمت لي تجربة 4 ساعات مليئة بالإثارة والرعب والألغاز الجميلة والصدمات اللي كانت مجنونة وغير متوقعة. بغض النظر عن هبوط القصة في النهاية وتسرع الكاتب في إنهاء الإضافة، تبقى الإضافة جميلة وتستحق التجربة. تقييمي النهائي لإضافة Shadow of Rose هو 8/10. شكرا لكم على المشاهدة لهذه النقطة حبايب قلبي، الله يسعدكم. لا وصيكم بالنشر واللايك للمقطع، وانتظروا إن شاء الله تعالى تختيمنا الإضافة بإذن الله تعالى قريبا جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، سلام عليكم. Doesn't know what I can do. I want to live a normal life. She's near death. Ew, something just moved on her hand. Shut up! What's going on? Showtime! Now, what next?